يعني ريحة الحبر أنا يعني هيك بتنعشني، حتى صوت القلم، صوت القلم صرير القلم أحيانا إذا كان زوجي عم بكتب أو أنا عم بكتب، أنا بعشق هذا الصوت. تعلمت الخط العربي عند زوجي وهو أستاذي، كمان علمني الزخرفة مشان تزيين اللوحات وأزين بالزخرفة الإسلامية أو فن الآبرة اللي هو كمان أنا تعلمته. احيانا اقعد 7-8 ساعات، يعني احيانا اوصل ليل مع النهار بفضل رب العالمين كمان وفضل زوجي اللي دربني وساندني وتعب معي ولهلا بتعب معي ولهلا بتدرب.